نبي وحي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث على مدها منافق وصدح إذا حدث كذب هذو شكايا بينبو شكايا وإذا تمن خان هذي اللي أمان استنى وخيانة وإذا وعد أخلف هذو بلن قادنا بلن كبحايا صدح ذاس على مدات كوه رأي وفقصي حكم ديهن على مدها قفك منافقة لغوية قانو إسكا إلالي بينتا أساس وحي أطهي وحويان قفك إنثي قديسة يكالسوني دا اللغو قبا أي لونتوخ أي أساس أطه وقفك وحو نقونا يا قف إلهي حقي سانا لغن نعوخ داتك حقو دانا لغن نعوخ أيو نقونا يا عدنا أين الأمان أين آمنين سيدا مركو أمانة دا كحو ما تبع حق اللانا أغي إيدي سيهي مركو أمانة دا كفا دي حيوبو وكفا شلمو حق ذاتك أنا أوكيه هاي قفا آمن هاي ولذلك قفك بين لوجع إلهي الدنيا ذا وقفة الحياة آخر أنت الجارين كون قفك بين لوجع الدنيا ذا يا إلهي قفة الحياة أنت أم بآخر الجارين وتشجي سعيان الله قدر يميا قفك إنه بين لوجع هاي على مدى الصين هاي مركي الله فيرشو أي وتشجي سلا قدر يما عبد الله بن السلام صحابي اللي يلا ذا وحجري nabigu markuu madiina soo galay dadkii ku yaacay oo dadku ay ku yaaceen oo soo dhaweenayeen ayaan kamid ahaa xilligaasna wali ma wana muslimiin marka wuxuu yiri markaan arko igu horeeyay oo wajigiisa aan fiiriyay waxaan ogaaday wajigaani inuu yahay waji aan been aqoon inuu yahay baan gartay waxaan ka fahmay buu yiri wajigiisa markaan eegay inuu san wax been shaqo kulahay بنتو ما بنانا هداي تهاي كفتن يا هداي تهاي دب منا ما بنانا ولذلك النبي قال إن عليه الصلاة والسلام وحيدي ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب ويل له ويل له وحاهلا قصق ناضي أموا هذه النار قصق ناضي مثك شاكذا قصو ضريا بين إنو ضدك كقصل سيو أو ضدك أي قصلان درتيد وبين شيخ هيا لبا جير با نبي مسنا كل عليا ويل له ويل له هلاك با اسقنادي هلاك با اسقنادي قف شيكينيا او شيكدي بين كو سو دريا ان ددكو اي صعبيان او وحا ويان اي قسلان انتاس دنتيسو ايتا بينتا وحا كميده وحا الله وحا مقشيد ادون هوبسنين اسك شيكت نبي وحي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما أن يحدث بكل ما سمع. قف قدام بي وحى وفلا وحى مقله أو كستين وسكشوا. وح كستوا مقلين وفافي أو شوا. وسيدة أبدايه ما أنت وح ويان ورباهن تو أي أبدان تهيوي. ما أنت وح أي شيء عن أبدي هذاني. أما رونها هذين أما بينها هذين. قف كي أو نال أو شوقي بينك قد بينهايا. أو كبين أورنهايا. كيد ينتبه بينك سو جورنهايا. وحبا إسدول صارهايا. هذا الله يسكن ركبه هيان انت سوحا ويا شعبيات اتكو هشان برشدة اتكو مشقوليسان برشدة دقوه ده هايدين فرينو هايدين دقيستين ايا اللوب بين شيغيا او ورك الله قرحنا هيا جيهو ينكال الدوان ارنت اسبيان تاي قاريس النبي قوحوا صلى الله عليه وسلم دال عضي او الله تصي قوفك بين لوغا سيدا اللو عذابي النبي قوحي الوال ليدي الميوان صعني فأتينا على رجل مستلق لقفاه وحان أني مدبو يري نين يالا دولك تيغا تيغا او يالا ودين عا تيغا دولك او يالا وإنه سكر تيغا يا أني وإذا قائب عليه بكلوب من حديد إيا متكلا أولا دول تيغا برمي شارع وأفبدا لدول تيغا أيان أني وإذا هو يأتي أحد الشق وجهه فيشرشر إلى قفاه شدقه إلى قفاه متك أسكلا وهو عذاب يا متك أنقولك يا الله مرقاسو هلك قول الله ذا أنتو كجقب تبرتاس أيو تشيحيا إلى قارت أوجي من خره إلى قفاه هلك أسنك أو مر لوا أنتو كسارو تشيحيا إلى قارت أوجي وعينه إلى قفاه إيشو كد الله عينه يا تشيحيا إلى قارت أوجينيا دينا صدح تميلود مركو كدلا عيو ايو دينا عكلا او قدينا هيا مركاسو صدح كلا او سيدي او كلا كتشيحيا مركو دميا مدى دمبي
ayaa dhinacii hore uu raysanaya oo isku dhagaya sidii hore uu noqonaya markaasuu ku soo laabanaya oo waxa weeyaan dilaacinaya markuu dhameeyaa dhinacii kale raysanaya markaasuu ku soo laabanaya nebigu wuxuu yidhi fayusnacu bihi ilaa yowmi alqiyaama ilaa qiyaama saasaa loo cadaabayaa naftu kana dhici mayso cadaabkaasna laga joojin maayo wuxuu nebigu tilmaamay ninkaasi nuuca u ahaa sidaa loo cadaabahayo fainahu rajulu yaqdu min baytihi yakdibu alkadiba tablugu alaafaaq waa nin gurigiisa ka kallahay saakay oo magaalada aaday oo been sheegay beentiina ay jihooyinka gaartay oo ay faaftay ninkaasaa saas loo cadaabaya ayaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hal been buu sheegay halkii been baa la qaaday oo la qaaday oo la qaaday jihooyin badan bay kala gaartay cadaabka uu qofkaasi mutaysanayaa waa cadaabkaas ilaa qiyaama sidaasaa loo cadaabayaa beenlowgaas ay beentiisu ay faaftay maxaad u malaynaysaa ninka haysta makarafoon iyo idaacad oo halkaa ka tafawuhayo ku dhawaaqahayo been beentaasina markiiba kumanaan dhagahooda ay ku dhacayso jihooyin badan oo kala duwan ay gaarayso maxaad u malaynaysaa axadka noocaasa taqu llaha walaa takdib ilaahay ka cabso oo ha been ha sheegi ilaahay ka cabso oo beenta iska ilaali dabeecadaha nebigu ugu xunxun dabeecadaha xunxun oo uu nimcaa wuxuu ugu sii nimcaa beenta nebigu calayhi salaatu wasalaam caaisha waxay tidhi radia allaahu canha maa kaana min khuluqin abgadu ilaa rasuuli illaah min alkadib dabeecad uu nebigu ka nimcaa ma aynan jirin beenta dabeecadaha dadku ay leeyihiin oo xunxun nebigu wuxuu ugu nimcaa dabeecadda beenta ayuu ugu nimcaa ma اطلaca عalىa أحadin min dalika bishayءin fayخruجu min qalbihi xatىa yaclam أnahu qad أxdaثa minha tawba nebigu qof been kuma daalacdo oo kuma ogaado oo markaas qalbigiisa qofkaasi uu ka baxo oo qalbi fiican oo saliima uu ku qaabilo ilaa nebigu uu ogaado inuu ka toobad keeno oo mar haddii nebigu qofka been uu ku daalacdo qofkaasi nebiga agtiisa wax qiimaa kama lahayn mana aaminahayn ilaa nebigu sala allaahu calayhi wasalam uu ogaado inuu qofkaasi beentii iyada ahayd uu ilaahay uga laabtay oo uu ka toobad keeno beentu iska daayo kadibka iyo beentu walaalayaal waxay baabi'inayaan haddaa ganacsi ku jirtay ganacsigaa ilaahay ka cabso oo ganacsigaaga beenaha ka sheegi wax aadan haynin waa hayaa dhihi qaymo aynan ku fadhin waa ku fadhiyaan ha dhihi nebigu wuxuu sheegay sala allaahu calayhi waalihi wasalam saddex qolo ilaahay uusan eegahayn ilaahay subxaana wa tacaala uunan dahirahayn ilaahay uunan la hadlahayn waxaa ka mid ahaa qofka waxa weeyaan badeecadiisa ku socodsiiya beenta uu ku dhaaranayo ku socodsiiya oo wuxuu ku dhaaranayaa waxa weeyaan badeecadaani qiimaheedu intaa inuu yahay oo intaas uu yahay waana been qofkaasi wuxuu ka mid yahay dadka aakhiro ilaahay uunan la hadlin oo ilaahay uunan dahirin buu ka mid yahay waxaa ka mid ah qof waayeel ah oo weyn oo waxa weeyaan asaguna waxa weeyaan isagoo da'a zinaysanahaya oo zina ku mashquulahaya waxaa ka mid a waxa weeyaan shaykhun malikun kadaab boqor beenlow ah oo waxa weeyaan isagoo awooda wax walba inuu xoog ku socodsiiyo been una sheegin masna been isticmaalaya oo sheegaya arrin khatar weeyaan bal nebigu wuxuu tilmaamay sala allaahu calayhi waalihi wasalam inuu halaagsamay qofkii waxa weeyaan been ku dhaarta inuu maal muslim ku qaato ku dhaarto inuu halaagsamay ganacsigaaga haddaad baraka u rabti beenaha ka sheego wax aadan haynin waa hayaa dhihin waxaana ceeb ay leeyihiin ha qarinin nebigu waa ka yidhi sala allaahu calayhi wasalam fain katama wa kadaba muxiqat barakatu baycihima hadday labada qofa wax kala gadanaya qariyaan ceebta meesha ku jirta oo waxa weeyaan been ka sheegaan beecooda barakadiisii waa la baabi'inaya awlaaddaada marka aad la joogtid been ha u sheegin yaysan kaa dhaxlin inaad beenlow tahay carruurtaadu yana kaa dhaxlin ilaahay uga cabso saaxiibada markaad la joogtid ilaahay uga baq been ha ka sheegin tacliimta markaad ku jirtid wax aadan dadka barahayn waan barayaa ha dhihin mustawa uusan qofkaan ahayn ha ka sheegin shahaado aadan lahayn oo aadan qaadanin waan haystaa ha dhihin kulli waxay soo gelayaan waxaasoo dhan waa beenta waxaa ugu badan beenta kuwa siyaasadda ku mashquulsan
وهبين يوم مالن أفري الله باتن صعب أن تشوشين كرين إن بين شيئين ميانه أمن سنة سياسة بين التائب بين الشيء هور مركز سياسة إنه نبني إن تكبين بدن يا أويانين كذا حريف صن وكذا سوبيه أق وأمة فاررته ورقم فاررة وحقائق دي أول قديا ويان ماش أسوح ويان وحياة لبين أوفر بدن أوفر بدن أوفر بدن باتعلى إلهي أقعب سبحانه وتعالى أو إسك إلالي كذب كاس قفك بين لوجة إلهي وافد الحياة من الضاهه مرهدو بين شجع الشلي وما أنت أول شجعه درهد أول شجعه دتكو إسك شجع هيان وبين لوجة للي ساس الشلي يري ما أنت نساتن بلي وبين لوجة دتك أكتر دوحة ويا وكان قيمة بيلا وأنا كفر الحبة عند الله هنا هدونا كتوبة كينين وحويان عقوبة وين أي أطع الله وعقوبة سنبي الشيخ صلى الله عليه وسلم أي أطع الله قفكم مركو وأنه رنتو كنا ولا دا أو رنتو كنا نغما أو ذاتك رنتو كنا نغما أو إلمه السي أهل كيسي ذاتك سأكب الله إنه نقدر رنلو أو رنتو كنا لغونا برتا إنه سنبين أقوني وحي كاد عيو كذب يبين أها إلهي سبحانه وتعالى أغطوبة كين أنت نفط أي كوجرت حاله أكو قادتي أو بين تصل جي يا وإن عدد حال أقو قادتي إلهي أقو طوبت كان أو إسكعلي أو صاحب كي أكو قادت بين تص حالها كل علي أو حويان كج حلال طلب أنا الشيخ وهي أدو قريسي وعيب لها وعيبته ذات كقريسي أما هكو عفيو أما هكعشده وحويان تاسات كبت بعديسا آخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة قنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أعز